السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدولار اليوم في البنوك، سعر الصرف النهاردة وسعر الشراء، سعر البيع وسعر الصرف أقصد، النهاردة سعر الدولار 24 جنيه و40 قرش، سعر الشراء 24 جنيه 45 قرش. ده النهاردة زاد حوالي 10 قروش في خلال تعاملات اليوم. امبارح كان عامل 24 جنيه و30 قرش، النهاردة عامل 24 جنيه و40 قرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.